حاجة. طبعا الطالب برضو اللي عارف كلمة دي ان دي معناها يوميات ودي معناها منتجات البان ده يشكر. الطالب ده كده يشكر اللي عارف المعنيين دول. انا بتكلم في الطالب اللي مش عارف نطق الاثنين وفي نفس الوقت ما هوش بيتلخبط ما بينهم. هقول له ان الاخيرة ان انت عندك في حاجة اسمها فيري ميلك، ده تاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تالتة ثانوي. ده نموذج استرشادي مادة اللغة الإنجليزية. في البداية بس كده حابب أقول شوية أرقام مهمة. النموذج عبارة عن إيه أو الامتحان عبارة عن إيه؟ عبارة عن 14 نقطة اختياري، منهم طبعا الاختياري عبارة عن جرامر وفوكابس اللي هو القواعد والكلمات، في 3 اختياري برضو جايين للرايتنج، و يبقى انت كله اختياري ما عدا جزء الاساي وجزء اللي هو القصه. قال لك قطعتين، كل قطعه فيها 8 اسئله واربع تراجم، 2 عربي انجليزي و2 انجليزي عربي. ده كده شكل الامتحان. وطبعا ان شاء الله بالاضافه لسؤالين قصه مقالي، وطبعا سؤال المقال بقى اللي هو الاساي انت تكتب فيه براحتك. هنبدأ نحل مع بعض، ولكن الفيديو ده بنقسم لجزئين. هحل الأول كلمات، وطبعا زي ما أنا متعود معاكم الجزء اللي هنحله أو السؤال اللي هنحله هنشرح الجزئية بتاعته كلها. هنشرح الاختياري بس النهاردة، وفيديو تاني هعمله القطعة بالتفصيل بقى بحيث إن احنا نمسك كل كلمة في القطعة نعلق عليها. Hard or enjoy that the result or may result from some action or judgment is. واحدة واحدة كده ونسمي الله. بقولك الأذى أو الضرر اللي ناتج أو ينتج من some actions، بعض الأحداث، or judgment اللي هو الإيه بمعنى الحكم. ده اسمه إيه؟ ده طبعا التحيز اللي أنا بتحيز لحد. طب التحيز هنا طبعا البريد اللي هو المدح، كلمة بيس اللي هي السلام، البارسي اللي هي معنى القرصنة، او هنا زي ما جايالك اللي هو سرقة الكتب الالكترونية او سرقة الكتب بشكل عام. طبعا ناخد الاخيرة اللي هي ايه؟ بريدوس. يبقى انا الاخيرة اللي هي معناها الايه؟ التحيز. السؤال الأولاني طبعا يعني سهل ومباشر. السؤال الثاني بقى، وده يعني الجزئية دي ده يعتبر أصعب سؤال، لأن هو حطك في كورنر. أنت عارف الكلمة ولا مش عارفها؟ ودايما امتحانات الثانوية العامة لو جيت بصيت كده في السلسلة اللي احنا عاملينها إن شاء الله هنكملها مع بعض، اللي هي من أول 2011 دور أول لحد السنة اللي فاتت، دور أول ودور ثاني وامتحانات سودان، دايما هتلاقي كلمة يا انت عارفها يا مش عارفها، يا اما بقى على اخر 3 سنوات اللي هو النظام الجديد بيجيبها في اختياري كلمات، يا اما في الانظمه القديمه او في النماذج القديمه كان بيجيبها في قطعه، كان دايما الناس تشتكي بالقطعه. فهنا بيقول لك the teacher used to scold. انا مش عارف يعني ايه scold. لو انا بفكر بعقليتي طبعا الطالب اللي عارف معناها ده طب يعني ما شاء الله عليه. his student severely due to their behavior. طبعا انت مش هتقدر تخمن لان انت عندك اتنين ينفعوا. يعني ايه اتنين ينفعوا؟ يعني الطالب اللي بيخمن يقول لك المدرس اعتاد انه مثلا يلوم او انه يزعق للطالب بشده severely. هو هنا كلمه severely هي اللي ممكن تحل الموضوع شويه لحد ما، لان هي هنا معناها ايه؟ معناها بطريقة بالغة أو بطريقة شديدة على سلوكه، فدي يعني إلى حد ما تحللك الدنيا شوية فتاخد هنا بمعنى يلوم. إنما ممكن بعض الطلبة تترجمها يمدح، ولكن دي ممكن يكون بمعنى يمدح فتاخد إيه الاختيار التاني. إنما هنا يعني كلمة سكوب معناها يوبخ.
بمعنى الحرفي لها يوبخ، دايما بيوبخه. طبعا اللي حل الجمله هنا او اللي اداك اللي هي معنى نيجاتيف كلمه سيفرلي. طب مشكله ومصيبه لو انت ما انتش عارف يعني ايه سيفرلي كمان، فالجمله دي بالنسبه لك اكثر غموضا. الجمله رقم ثلاثه برضه جمله سهله مباشره، هي واز سو فورتنيت. كلمه فورتنيت او فورتنيتلي عكسها ان فورتنيتلي اللي هي معناها ايه؟ دي كده معناها محظوظ. الانتونم، انتونم اللي هو الاوبوزيت، عكس، الكونتراست، التناقض. تم كده ثلاث معاني كده معناهم عكس او تناقض. طبعا عكس محظوظ غير محظوظ اللي هي ان ايه؟ ان لاكي. نزل على الجزئية اللي بعدها، وهنا برضو يعني دي جملة بالظبط كده يحلها طالب اللي في تانية إعدادي، بس الطالب اللي شاطر أو الطالب اللي عارف مفرق في النطق البرونسيشن ومعلم في دماغه إزاي إن إزاي تفرق ما بين الكلمتين. رنا started writing her نقط قالك since she was young. She recorded all daily. Daily اللي هي every day، كل يوم أو بمعنى يومي activities. أنا عندي كلمة اسمها diary، ركز في البرونسيشن، وديري. أنت ضربت الأخوانة في الامتحان. طبعا الطالب برضو اللي عارف كلمة إن دي معناها يوميات ودي معناها منتجات ألبان ده يشكر. ده كده يوميات، يوميات، إنما دي كده إيه؟ منتجات ألبان، منتجات البان. الطالب ده كده يشكر اللي عارف المعنيين دول. انا بتكلم في الطالب اللي مش عارف نطق الاثنين وفي نفس الوقت ما هوش بيتلخبط ما بينهم. هقول له ان الاخيره ان انت عندك في حاجه اسمها ديري ميلك، ده تقريبا جبنه مثلثات، افتكرها بيها يا سيدي، ما فيش اسهل من كده، بسهل عليك اهو، بس انت مذاكر. يبقى انت ده هي ديري، دي كده ديري منتجات الالبان، تفتكرها على طول بديري ميلك. دايري، وحط فكرك ايه ار واي معناها يوميات، انما كلمه منتجات البان افتكرها ديري ميلك. يبقى لو فرقنا في البرونسيشن، دي اسمها ديري، دي اسمها دايري، دي يوميات ودي منتجات ايه؟ منتجات البان. She wasn't chosen for the vacant position in the company as she wasn't. بيقول لك هي لم تختار للوظيفة الشاغرة في الشركة. يبقى كلمة vacant معناها الشاغر، لأن هي أنا عايز أقول لك غير مؤهلة. كلمة award ده هي معناها منحة أو الممنوح أو بمعنى يكافئ. inquired معناها استفسر. qualified معناها إيه؟ مؤهل. acquired معناها يكتسب. في برضه كمان فعل اسمه require معناه يتطلب. تحفظ الافعال دي دايما بتتكرر. series is very interesting، المسلسل شيق. so the viewers، طبعا المصطلح ده عليك في المنهج. طب وهو ايه؟ wait breathe يعني انتظر بفرج الايه؟ الصبر. أو بنفس مكروهة. السؤال اللي بعده بيعتمد، أنت عارف كلمة موديفيكيشن دي معناها وبتاخد ميك ولا دو؟ معناها تعديل، بتاخد ميك. هنا برضو محطوط في كورنر، يا عارف يا مش عارف، مفيش. هو جايب لك الاتنين ميك ودو، يعني هو مش مستبعد لك مثلا دو حاطط لك حاجة تانية فتتلخفن لخفنه تقل. لا ميك، لا لازم تكون حافظ. فكر الراجل في الامتحان
حاطط الطرف في كورنر ومديله اختيارين الاثنين اقرب للصح، بيعتمد على انت عارف ده ولا مش عارفه. انت طبعا الاثنين اللي تحت بتستبعدهم. المثال اللي بعده، الجرامر يعني هو جاي سهل، جرامر كأزمنة جاي سهل خالص ومباشرة، يمكن بس هو لاعب في حتة صغيرة كده برضو اللي هو السؤال اللي تحت برضو فكرة عارف أو مش عارف. By the time أو by this time next week، بحلول الوقت ده الأسبوع الجاي، يبقى ده كده اسمه مستقبل تام. مستقبل إيه؟ مستقبل تام. مكون من إيه المستقبل التام؟ ما بين will have تصريف ثالث. أنا عندي هنا هي will، يبقى إيه اللي ناقصك؟ have والتصريف الثالث. فين انهي جمله دون فيها هاف والتصريف الثالث؟ ادي هي هاف جوت. خلي بالك عشان ده سؤال، ده جاي في شكل سؤال، يبقى انا هاخد انه الاختيار الاولاني، لان هنا هاف وادي جوت. The match was cancelled، هو اتلغى. نقط هيفي رين، انا اول ما وصلت على الجمله دي قلت بيكوز اوف، بس انت مش عندك اوف، انت عندك بيكوز بس. الفرق ما بين الاثنين ان بيكوز بس ده ايه؟ عايزه بعدها جمله، عايزه بعدها ايه؟ جمله. انما بيكوز اوف هي اللي بيجي بعدها اسم. فهنا هيفي رين المطر، المطر الثقيل الثقيل، يبقى هنا هختار ما ينفعش اقول نيفر ليف. ليه؟ لان دي اصلا دي كده كبنكتويشن عايزه بعدها جمله، ودي برضو نفس الكلام عايزه اوف. انا بتكلم كجرامر وكبنكتويشن زائد المعنى برضو ما ينفعش، دي كده عايزه اوف ودي كده عايزه بعدها كوما، يبقى انا هي الوحيده هي ايه؟ owning to. 10 which of the following structurally correct، اي التركيب الصح. بص على التركيب الاولاني، لقيت وير اعرف ان انت حاله تانية من اف، ادي هنا اف اهي سريعا معانا، ادي اف زيرو كونديشن، ايه اللي فيها؟ فيها مضارع بسيط ومضارع بسيط. سريعا كده، الفيرست كونديشن الحاله الاولى فيها مضارع بسيط برضو، بس ان هو مستقبل ويل، وويل الاساس. انا بقول ويل لان ساعات ممكن احط مي. حاله تانية، ماضي بسيط وانا عامل فيديو ضامن فيه كل الماضي البسيط، في كل حاجه موجوده عن الماضي البسيط. وهنا would، وود برضو الأساس، ممكن يجي شد في النصيحة أو يجي might. الحالة التالتة، ماضي تام وهنا would have تصريف تالت. وتلاحظ بقى هنا ايه؟ تلاحظ ان هو كل مرة بينزل بالزمن درجة. يعني ايه بينزل بالزمن درجة؟ هو هنا بدأ بالمضارع، مضارع بسيط حوله او نزله لماضي بسيط، وبعد كده نزله لماضي تام. بيقل ويل، نزلت وود، نزلت وود هاف تصريف تالت. دي كده كده لما تتكلم حد فاهم انجليزي كويس او فاهم جرامر كويس يقول لك الزمن نزل درجه، نزل درجه للماضي. الجمله اللي بعدها هاد، يبقى دي كده بعيد عن الموضوع لان وير ده ماضي، هنا وود هاف تصريف تالت، ما ينفعش ماضي بسيط المفروض هنا وود مصدر بس، يبقى دي كده بعيده. انزل على الثانيه وهي دي اللي احنا هناخدها، ادي هاد والتصريف الثالث اللي هو الماضي التام، يبقى هنا وود هاف تصريف تام، يبقى هي دي الصح. هنا اف بلاي ده مضارع، المفروض هنا ويل، ده دي بعيده عن الموضوع. شد الحاله الثانيه، المفروض هنا وود والمصدر برضو نفس فكره واحد، يبقى دي بعيده عن الموضوع. شي واز برود، كلمه برود بتاخد اوف او بتاخد اللي هي اوف، ملحوظة بس ليك وتكون عارفها، النطق الصحيح ده كده اوف دبل اف بتتنطق اوف، دي كده بتتنطق زي ايه الف. برود اوف و تو، طبعا تو هي اللي بتاخد فعل في الايه؟ في المصدر، يبقى هنا هناخد تو. انزل على اللي بعده، My parents never allow. allow مفعول تو يعني اصلا allow معناها يسمح. يسمح بتساوي ايه؟ بتساوي let. بتساوي let. الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك let مفعول مصدر بس.
بيت ايه؟ مفعول، مفعول الاثنين معناهم يسمع. لد مفعول مصدر بدون تو، انما اللاو مفعول مصدر ايه؟ بتو او تو المصدر. طب ما فيش هنا مفعول، خد اي ان جي على طول، جوينج جوينج، يبقى عدم وجود مفعول، خد جوينج، اللاو جوينج، يبقى اللاو فيرب ايه؟ اي ان جي، لم يسمح لها انها بتروح السيما during exam اثناء الامتحان. having معروف عنها اللي هي بيجي بعدها تصريف ثالث، having زائد التصريف الايه؟ التصريف الثالث. بس في حاله ده، في حاله المعلوم، في حاله المبني للمجهول ايه اللي هيحصل؟ هيجي بين والتصريف الثالث، وهو هنا لاعب على المجهول. هي كلما تأتي الكتب الخارجية حاطة لها مثال واحد بس، مش جايب عليها براكتس كتيرة. دايما هافينج هي التصريف التالت بعدها على طول. هنا بيقول لك قبض عليه، لأن الحرامي أو عامة اللص أو أيا كان بقى مش هيقبض على نفسه، يبقى هنا بين ارستد ذا كريمينال واز. حتى هنا برضه باين لك ده اللي مجهول، أرسل للسجن. الجملة دي برضه هنا مهمة، الفرق ما بين هو دي طبعا بيجي قبلك هنا عاقل، بعدك فعل. هوم بتاعة العاقل برضه، بس بيجي هنا ايه؟ فاعل. هنا برضه عاقل، دي كده بتاعة المفعول، ده هي بتسأل أو بتحل محل المفعول العاقل، لأن أنا عندي اتنين مفعول، المفعول ممكن يكون غير عاقل وممكن يكون مفعول عاقل. لو مفعول غير عاقل طبعا باخد ويتش، إنما هنا مفعول إيه؟ هنا مفعول عاقل، يبقى هوم جه بعدها فاعل، فتروح تختار هوم غلط. يعني جملة كلمة هير بتاخد حرف الجر أباوت، معناه يسمع بشأن، اسمع ايه؟ بشكل. فهنا هاخد about whom، بيقول لك this is the woman، هذه المرأة نقط we have heard so much. هكتب لك جملة وعايزك توقف الفيديو في الجملة دي وتحلها، ما تشوفش الحل يعني اللي انا هحله، وتشوف الحل بتاعي وتقارن، وبعدين انا هشرح الجملة دي. الجملة دي بتقول ايه؟ بتقول لك this is the company not my uncle work. اختيارات in which which for which حط لك اي حاجة بقى ملهاش علاقة بالموضوع، that مثلا او هو، وقف وحل. بعد ما حليت أغلبية الطلبة اللي حلت يا إما هتروح على، هي أكيد هتروح على إنويتش، أحب أقول لك هي غلط، الإجابة الصح هي فور ويتش. ليه؟ لأن أنت عندك وورك ده أهو، وورك فور معناها يعمل لدى، وعندك هنا كومباني يبقى يعمل لدى إيه؟ شركة، زي بلاي فور برضه. ممكن يجي لك جملة عن محمد صلاح، هما بيحبوا محمد صلاح يعني في دايما في القطعة، كانت جاية في 2019 جملة ليفربول، كانت برضو عليها جدل كبير. يبقى هنا هناخد ايه؟ فور ويتش، اللي فيها او اللي بيعمل لأجلها مين؟ عمي. جملة 15
which of the following sentence must end، يجب انه ينتهي بعلامة التعجب. علامة التعجب يا باشا أداة الاستفهام بعدك صفر. شكرا، خلصت. ده كده what's your favorite، ده كده علامة استفهام. how can علامة استفهام. what about، وده اسلوب من اساليب الاقتراح، علامة استفهام. يبقى الثاني what a lovely، يبقى الاختيار الثاني. سؤال سهل برضه. supporting sentence supporting عفوا supporting sentence، جمل الداعمة are included in the، هي موجودة في نقط paragraph reinforce the topic sentence essay. هي طبعا موجودة في البودي، لان انت واخد الباراجراف واخد الباراجراف ده بيتكون من اول حاجة جملة اسمها topic sentence. topic sentence دي خد من الحتة دي مني، مش هتلاقيها في اي كتاب ولا في اي حاجة خالص الا اللي فاهم انجليش كويس، والناس الاكاديميه بالذات هي اللي تعرفها، والناس اللي لازم تكون شاطره هي اللي عارفاها، مش اي حد هيعرفها. التوبيك سنتنس ده بيتكون من حتتين اتنين، حاجه اسمها توبيك وحاجه اسمها كنترولينج ايديا. كنترولينج ايديا يعني ايه التوبيك؟ التوبيك دي اول كلمه بتتقال. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اديك توبيك سنتنس اقول لك ماي فيكيشن يعني اجازتي، ماي فيكيشن has a dark side، a dark side. ومثلا ايه اقول لك؟ اي حاجه بقى بعدها ايا كانت. بقول لك دي جمله، طبعا جمله مميزه، اللي هي بتقول لك ان الاجازه بتاعتي او ماي لاست، اخر اجازه ليا، كان فيها جانب سلبي، ويبدا بقى يتكلم تحتها ايه اللي حصل. مثلا التليفون اتكسر، مش عارف حصل حاجه، هيديك حاجات سلبيه. دي كده جملة topic sentence، اول كلمة ده على طول اسمها topic، بقيتها يقولك علي ده controlling idea. الحتة دي اللي فاهم قوي بجد انجلش ولا يقولها لك. topic sentence بيجي بعدها حاجة اسمها supporting، supporting sentence. وبعدين بيجي في الاخر حاجة اسمها ايه؟ conclusion. supporting sentence ده طبعا دي topic sentence، بيقولوا عليها intro او introduction، او نغير القلم. intro ده كده body، ده كده ايه؟ ده اللي هو conclusion الخاتم. يبقى supporting sentence بتيجي في ايه؟ في البودي. اخر جملة معايا النهاردة، all the following can be right on an online profile. كل اللي جاي ده except، ما عدا كل اللي جاي ده ممكن يتكتب في البروفايل. previous work خبرة، ماشي ممكن بنكتبها. future dream and ambition تكتبها عادي، شغال ايه او انت حلمك تشتغل ايه. current achievement الانجازات اللي انت حققتها طبعا، ما عدا اخر حاجه mutual and relatives الاقارب والاصدقاء المشتركين، دي بتبقاش ايه؟ بتبقاش موجوده. يبقى هي دي اللي احنا نختارها ان شاء الله. الفيديو ده ليه تكمله تانية مع القطع، قطعتين برضو سهلين، سواء قطعه جينيفر او سواء القطعه بتاعه النقص الغذائي والترجمه والقصه. حاول تشوف الفيديو تاني لو ما فهمتش اي جزئيه اكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هحاول ارد عليكم. لو برضو في رقم الواتس، حد لو عايز يبعت اي جزئيه هو مش فاهمها يبعت لي وانا ان شاء الله اشرحها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.